النهارده حابب اكلمكم عن موضوع مهم جدا 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 لكل طالب بيفكر ان هو يجي يدرس فنون، لان الموضوع محير جدا. وانا اتكلمت لبدايه الطريق بتكون فين، انك انت بتدور الاول على الجامعه اللي انت هتقدم عليها، ولا بتدور على المدينه اللي موجوده في المانيا، المدينه كويسه فيها شغل للطلبه، ولا ايه النظام. واتكلمت عن بدايه الطريق ازاي تدرس في المانيا في فيديو من الفيديوهات السابقه، ممكن برضو تلاقي اللينك بتاعه في الديسكربشن، خد فكره من عنه. ولكن النهارده انا حابب ان انا اعيش تجربه الطالب اللي بيدور على دراسه في المانيا. التجربه دي بتقول ان انا طالب دلوقتي داخل مثلا على مجال، نفترض ان هو هندسه كهربائيه في المانيا، وعايز ادرس ماجستير في الهندسه الكهربائيه او حتى بكالوريوس، مش هتفرق ده او ده، هنتكلم بشكل واضح وصريح عن كل البرامج. يعني اللي هنتكلم عليه النهارده دوت كلام ينفع لكل انواع البرامج، سواء بكالوريوس ماجستير او حتى دكتوراه. في البدايه انت بتعمل سيرش زي ما احنا قلنا على موقع داد او موقع الجامعه نفسها، او بتبحث سيرش في جوجل بشكل اساسي، بتكتب مثلا ماستر الكتريكال انجينيرنج او الكتروتكنيك، ماستر ستوديوم دويتشلاند او جيرماني، وبيظهر لك نتائج بحث. الغي النتائج البحث اللي بتبقى فيها سبونسر، لان معظمها بتبقى جامعات خاصه، خش على نتائج البحث اللي بتبقى في الجامعات الحكوميه، اللي هي في الغالب بتلاقيها في تشنيش يونيفرسيتيت او يونيفرسيتيت او هوكشولا. ولما انت بتجمع الداتا اللي انت لقيتها في البرامج اللي هي متوفره في مجالك في المانيا، تلاقي عدد مهول، ممكن تلاقي لحد 80 برنامج. الريزلتس اللي ممكن تقدم عليها ممكن تبقى اكبر من كده كمان، 120 200 برنامج 400 برنامج. طب انا هقدم على 400 برنامج في المانيا؟ مستحيل، مش هعرف. طب انا هقدم على 100 برنامج؟ مش هعرف. طب انا هقدم على 50 برنامج؟ برضه مش هعرف. الافضل انك تقدم فوق الخمس برامج، من 5 ل 10 بيبقى رقم مناسب شويه للتقديمات. فازاي انا اوصل 200 نتيجه بحث او 400 نتيجه بحث ل 5 او 10؟ موضوع محتاج خطه كويسه، وده اللي انا جاي اشرح لك في الفيديو كله هتعمل ايه خطوه بخطوه. في الاول زي ما احنا قلنا، انت على طول بتبدا ب 200 برنامج، او نفترضها 100 برنامج، خليها 100 برنامج. 100 برنامج دولت في تخصص بتاعك انت، او تخصصات قريبه من المجال بتاعك انت برضو عندك اهتمام تدرسها. فبتجمع ال 100 برنامج دول في ملف اكسل، وتكتب فيهم زي ما احنا اتفقنا اسم الجامعه واسم البرنامج، الترم اللي هيبتدي فيه البرنامج، تقديم على الجامعه بيبتدي امتى، بيخلص امتى التقديم، شروط الجامعه الاكاديميه، شروط الجامعه من حيث اللغه، تكتب بعديها طريقه التقديم ايه، ولو في اي حاجه ليها علاقه بالبرنامج دوت، عايزين مطلوب مثلا assessment test او entrance test، تكتب برضه ان الجامعه دي محتاجه حاجه زياده، كنوع من انواع extra information في الاخر خالص. عملت الملف الاكسل بتاعك ب 100 برنامج، مجهود خرافي ممكن تعمله. وعايز اقول في النقطه ديت انا برضو عملت خدمه جديده بجانب خدمه استشاره ان انتوا عارفينها، الخدمه ديت بعمل لك فيها خطه كامله للتقديم على الدراسه. انا مش بقدم لك، ولكن بعمل لك خطه كامله للتقديم على الدراسه. لو حد فيكم عايز يعرف خطه كامله للتقديم على الدراسه ازاي، الموضوع بياخد بحث كبير جدا، وعشان كده انا بوفر عليك الوقت والمجهود دوت. لو انت عايز تعرف اي معلومه عن الخدمه ديت، كلمني على الايميل اللي موجود في الوصف. كل التوفيق للجميع. نرجع تاني لموضوعنا، انت دلوقتي معاك 100 برنامج، تقدر تفرترهم ازاي؟ اول حاجه، في برامج بتبقى متوفره في الترم الشتوي، في برامج متوفره في الترم الصيفي. اللي متوفره في الترم الصيفي اقل بكتير من المتوفره في الترم الشتوي، لان الاساس دايما بيبدا في الشتاء، والشتاء ده بعني بيه بتبدا في شهر 10 اكتوبر من كل سنه. في برامج برضو بتبدا في 9، في برامج بكالوريوس بتبدا في 8، كل دول ترم شتوي. والترم الصيفي بيبدا في شهر 4 او شهر 3، وعشان كده التقديمات بتلاقيها في اوقات مختلفه بالنسبه للترم الصيفي او الترم الشتوي. فاول حاجه تحددها وتقدر تعمل فلتره، انت هتقدم على انهي ترم بالظبط، الترم الصيفي اللي جاي لو المفروض هيبتدي في شهر 4 السنه الجايه، ولا الترم اللي بعديه في شهر 10 اللي بعديه. اول لما تحدد الترمين اللي هتقدم عليه، تعمل فلتره الاول للجامعات اللي موجوده في الترم دوت. بعد كده تنتقل على الشروط الاكاديميه. كل برنامج بيحدد هو عايز باتشلر او عايز مثلا سنه تحضيريه بالنسبه للبرنامج دوت. السنه التحضيريه دي بعني بيها سنه في جامعه في بلدك، او تكون سنه تحضيريه في المانيا. وفي كتير من البرامج بيبقوا طالبين مجموع معين، او ان هم بيكونوا طالبين درجات معينه او ساعات دراسيه انت حققتها في مواد معينه. فاول حاجه هتيجي في بالك ساعتها، انا محقق الشروط الاكاديميه ولا لا؟ فالبرامج اللي هي كاتبه بشكل عام ان هي طالبه مثلا بكالوريوس في مجال معين، وانت معاك بكالوريوس في المجال ده، كان بها خلاص يبقى هي مش طالبه مجموع معين. والبرامج اللي هي طالبه مجموع معين وانت مش محققه، يعني بتبقى من البرامج اللي انت مش محابب تقدم عليها، لان بيبقى فيها تنافس وبياخدوا فعلا اللي محقق الشرط المجموع. وهنتكلم عن الحته ديت كمان شويه. فانت كده عملت فرتره مره كمان للبرامج اللي ممكن تبقى موافقه للشروط الاكاديميه بتاعتك. تالت حاجه هتعملها فرتره هي شروط اللغه، سواء انت هتدرس بالانجليزي او هتدرس بالالماني، لازم تبقى عارف انك لازم تثبت شهاده لغه. في حاله الدراسه في الالمانيه في طريقين،
يا تيجي B1 في الألماني وتدرس قبول مشروط في ألمانيا، أو تيجي مباشرة على دراسة في الجامعة وتكون موفر شهادة اللغة المناسبة للدراسة في الجامعة. اتكلمت عن الطريقين دول في فيديوهات سابقة وممكن تاخد فكرة عنها. لو أنت هتيجي تدرس بالإنجليزي لازم تثبت شهادة أيلتس أو تويفل، وفي بعض الشهادات التانية معترفة برضه من السفارة الألمانية موجودة أكيد على موقع السفارة هتلاقيها، أو تثبت إنك أنت درست قبل كده بالإنجليزي سواء في المدرسة أو في الجامعة اللي أنت درستها. في كل الأحوال أنت هتبقى عارف إيه اللي أنت تقدر تحققه من شهادات لغة، وإيه الجامعات اللي بتقبل بالشهادات دي. على سبيل المثال أنا أكون مثلا حاصل على أيلتس 6، فأي جامعة هتبقى طالبة 6.5 أو 7 مش هعرف أثبت لها الموضوع ده، فدي هتخرج معايا من الليست. أو لو أنت عندك بلان تانية تخش أيلتس تاني وتحقق المجموع اللي هم عايزينه. طيب بعد لما أنت تعمل الفرترة اللي إحنا اتكلمنا فيها ديت، ممكن يوصلوا معاك من 100 برنامج ل 20 برنامج تعرف تقدم عليهم. كل الارقام اللي انا بقولها ديت امثله فقط، ده مش المثال اللي ممكن يحصل معاك، يعني انا بتكلم بشكل موضوعي. ممكن بالترتيب كده من 100 برنامج يقلوا يبقى 20، ممكن معاك انت يبقوا 30، وممكن مع واحد تاني يبقى 2 او 3. انا بتكلم دلوقتي على امثله عامه، انت بقى في حالتك كل واحد بيشوف الكيس بتاعته. لما توصل ل 20 برنامج ينفع تقدم عليهم في الترم الفلاني اللي هو ترم مثلا اللي جاي الترم الصيفي، دي هنا مرحله مهمه جدا اسمها مراسله الجامعات. مراسله الجامعات في الحاله ديت بتقدر بقى انت تروح تشوف مسؤول البرنامج، الايميل بتاعه بيبقى مكتوب دايما في موقع الجامعه او موقع داد، تقدر تراسله وتقول له انا اسمي مصطفى، كواليفيكيشنز بتاعتي الدراسيه كذا وكذا، كواليفيكيشنز بتاعتي العمليه كذا وكذا، وتعمل اتاتشمنت للايميل دوت ترفق معاه كمان السيره الذاتيه والترانسكريبت وشهاده التخرج ولو معاك شهاده لغه جاهزه، وتساله سؤال صريح، هل بالامكانيات ان انا اعمل بيها اتاتشمنت ديت ليا فرصه في القبول في البرنامج بتاعكم ولا لا؟ وانا كنت عملت حلقه عن مراسله الجامعات برضه شوفها لذيذه جدا، بقول فيها معلومات مهمه جدا. في 3 ردود هيجولك. اول رد هيجيلك هو انك انت ينفع تقدم معانا يا مصطفى، وساعتها الجامعه اللي ترد عليك ينفع تقدم معانا بشكل خاص بالكيس بتاعتك، ما تسيبش الجامعه دي، لازم تقدم فيها. تاني رد بيجيلك هو بشكل اوتوماتيك على الايميل بتاعك، بيبقى عامل الكوردينيتور او المسؤول البرنامج ايميل كده اوتوماتيك بيترد على اي حد بيسال عن البرنامج الدراسي دوت. في الحاله دي هو ما فادكش بشيء، هو دلوقتي قال لك شويه معلومات ممكن تكون معظم المعلومات دي عندك اوريدي. في الحاله ديت هنروح لحته كده فلتره ثانيه تعالوا نتكلم عنها. ايه الفرق ما بين الاوبن ادميشن والريستريكتد ادميشن؟ الاوبن ادميشن ده عباره عن قبول مفتوح لو الشخص توفر فيه شروط الجامعه من شروط اكاديميه وشروط لغه يقدر ياخد قبول في الجامعه، ما توفرش فيه احد الشروط اللي الجامعه حطها ساعتها مش هياخد قبول في الجامعه بشكل سهل، يعني اي حد بيقدم توفر الشروط ياخد قبول بس كده. على الناحيه الثانيه ريستريكتد ادميشن، ريستريكتد ادميشن ده معناه ان في مثلا 200 طالب بيقدموا على الماستر ده او على برنامج البكالوريوس ده وبياخدوا منهم بس 30 واحد او 40 واحد، مش بياخدوا كل الناس، وبالتالي هياخدوا احسن 40، احسن 40 في المجموع والشهادات اللغه وبقيت كمان الخبره العمليه او الخبرات اللي ممكن تاخدها في المجال توفرها بجانب الابلكيشن تثبت ان انت عندك كمان خبره كويسه جدا في المجال. فاحسن 40 واحد او احسن 30 واحد هياخدوهم، وده معناه ان انت لو محقق شروط الجامعه مش شرط تتقبل. فلو جالك الرد الاوتوماتيكي من مسؤول البرنامج ساعتها، لو البرنامج ده اوبن ادميشن وانت شايف ان شروط الجامعه فيك قدم عليه، ولو شروط الجامعه مش فيك ما تقدمش. البرنامج لو ريستريكتد ادميشن يرجع لك انت بقى، ريستريكتد ادميشن انت شايف ان انت شخص فعلا فعلا مجموعك كويس اللي تقدر تثبته من خبرات عمليه وتدريبات وشغل في المجال يقدر ان هم يقنعهم انك انت شخص قادر على الدراسه في المانيا، تقدر انك تقدم في الحاله دي. لو انت شايف ان انت مالكش فرصه للقبول في البرنامج ده يبقى وفر فلوسك ووفر مجهودك ووفر وقتك. كده انت عملت فرتره تانيه كمان بالاوبن ادميشن والريستريكتد ادميشن زي ما انا وضحت. وهتلاقي بعد الفرتره ديت ظهر لك شويه جامعات ينفع بشكل كبير جدا تقدم عليهم وتاخد قبول، وهتلاقي برضو شويه جامعات فيها الحظ او النصيب انك تتقبل 50-50 50-50، وهتلاقي في جامعات والرد التالت اللي بيجي لك من مسؤول البرنامج ما ينفعش تقدم معانا، وده يعتبر وفر عليك كتير جدا من المشوار، بدل ما تاخد مجهود تاخد وقت وتدفع فلوس للتقديمات في الجامعات وفي الاخر ترفضك، هو من الاساس قالك ما ينفعش تقدم معانا. رد احترمه جدا، ما زعلش منه على فكره، عشان كده وفر عليا كتير جدا
من التعب. في الاخر هتلاقي معاك 5 برامج تقدم عليهم، عندك امكانيه تقدم على اكتر، قدم على اكتر، لان كل ما بتقدم على اكتر برامج كل ما بيبقى فيه فرصه انك تتقبل في برنامج واحد. ودايما حط في بالك قبول واحد في المانيا قبول في جامعه المانيه كافي للتقديم على السفاره، انت مش عايز اكتر من قبول. فانت معاك قبول واحد في المانيا تقدر تقدم على السفاره، وحتى لو جامعه او المدينه مش عاجباك لو انت جيت المانيا هنا تقدر تغيرها بكل سهوله. هو ده هدف الفيديو، ترتيب دماغك كويس من حيث تنظيم المشوار، ازاي تحصل انت في الاخر على البرامج اللي تعرف تقدم عليها في المانيا. اتمنى تكون استفدتوا من الفيديو واستمتعتم بيه، لو انت فعلا استفدت اكتب لي في الكومنتات حاجه جميله كده تشجعني بيها واني فعلا استفدت بالفيديو. ولو انت عايز تدعمني اكتر لايك للفيديو، شير كمان لكل الناس اللي ممكن تبقى عايزه تستفاد كمان معاك من المعلومات ديت. تالت حاجه طبعا سبسكريبشن في القناه ونشرح في القناه، والدعم دوت على فكره بيخليني استمر في المحتوى. كل التوفيق ونجاح يا شباب في كل خطواتكم القادمه، وباذن الله في ترم الصيف اشوفكم هنا في المانيا. كان معاكم الصفا كاشف، سلام احسن ناس واجمل ناس واعز ناس، سلام يا شباب.